بسم الله الرحمن الرحيم. المحامين في قطاع البترول هم من نسيج المحامين في الدولة، هم من منظومة العمل القضائي داخل الدولة، وبالتالي احنا النهاردة بنجتمع مع معالي نقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، علشان نأكد له ان الاربع سنين اللي فاتوا شاهدوا كثير من الأحداث اللي ساعدت على حل المشاكل، واللي ما يشوفش الكلام ده يبقى ليه وجهة نظر هو حر فيها، لكن احنا بنتكلم، احنا بنشتغل في صمت، نتائج أعمالنا بتبان للقاصي والداني، واللي عنده مشكلة احنا بنحلها له، وهو ده العمل النقابي. احنا مش محتاجين كل شوية نروج لنفسينا، العمل هو اللي بيروج لأصحابه. احنا النهاردة يمكن انا ما تقابلتش مع الناس في مؤتمر عام من خلال اربع سنين، لكن قمنا بخطوات تنفيذية كثيرة شعر بها المحامين. احنا كان عندنا مشاكل كتير في خلال الاربع سنين اللي فاتوا، وانجازات النقابة اللي اتكلم عنها نقيب المحامين واللي ساعدوه من المحامين. شوف انا عايز اقول لحضرتك اهمية المقابلة. احنا بالنسبة لنا كقطاع البترول احنا بنتقابل باستمرار، لان عندنا مؤتمرات وندوات داخلية في القطاع، فبالتالي احنا بنتقابل مش كتير، لكن بنتقابل عند الضرورة، ومقابلاتنا دي بتبقى فيها نتائج ايجابية. اي حد عنده مشكلة بنحاول نحلها، وبنحاول نوصل لحلول مريحة للجميع في حدود المتاح. طبعا معالي النقيب في ظل انشغالاته الدائمة، إلا أن في الآخر هو بيقابل كافة المحامين، ويمكن أنت النهاردة حتى يعني ده تشوفه بشكل واضح في الجمعية العامة الأخيرة، مدى حب المحامين للنقيب سامح عاشور. الناس بتحبه وبيتواصل معاهم، ومكتبه مفتوح لأي حد، فنادرا ما بتلاقي ده. الراجل مش بيروج لنفسه علشان هو داخل انتخابات، لا، ده هو ده تاريخ سامح عاشور. شوف انا اقول لحضرتك حاجة، اللي بيشكك هيفضل يشكك على طول، ولو انت لخبطت له اسمه وخليته عدو تاني هيتشكك في اسمه، فدع المتشككين في حالهم، واحنا في الاخر مسؤولين عن منظومة كاملة بنراعي فيها ضميرنا وبنراعي فيها ربنا، واحنا مسؤولين قدام التاريخ على الانجازات اللي قمناها، واللي مش شايفها النهارده مصيره يشوفها. شكرا جزيلا.